جديده اللي هي الرفع التدريجي ديال الحجر الصحي. وهذا الرفع التدريجي غادي يكون على مراحل. الرفع التدريجي من خلال اولا تصنيف المناطق والمدن على حسب منطقه واحد ورقم جوج. التصنيف هذا اللي كيتوقف على مدى التحكم في الحاله الوبائيه، وكذلك المراحل، لان كاين فرق ما بين التصنيف بالمناطق والمراحل. في نفس المنطقه كاين المرحله الاولى، كاين المرحله الثانيه، كاين المرحله الثالثه. كل مرحله كاين فيها شنو الاشياء اللي مسموح بها والاشياء اللي باقي ما مسموحش بها. هذا الرفع التدريجي كيطرح علينا تحديات كبيره، وهنا المهم اننا نشوفوها. التحدي الاساسي هو اولا اللي غادي ترفع الحجر الصحي تدريجيا وبشكل نهائي عما قريب، كاين مشكل ديال الانتكاس. ما خصناش بلادنا تطيح في الانتكاس. الانتكاس معناه بانه لقاو حالات كترتفع كثيره من الوباء، وتكثر الحالات وتكثر الاصابات، والمرضى عاود تعمر مستشفيات او اقسام انعاش لا قدر الله. هذا التحدي الاول. التحدي الثاني هو نهيئوا بلادنا والمواطنين ديالنا الاحتمال ديال الموجه الثانيه لا قدر الله. حنا كنتمناو ما تكونش الموجه الثانيه، كنتمناو باش تكون هذا الوباء الاخر ديالو باذن الله، ولكن الاحتمال ديال الموجه الثانيه هو احتمال قائم، وخصنا حنا نكونوا مستعدين باش نواجهوه باقل الاضرار. ما نضطروش نديروا الحجر الصحي بحال اللي كان، بل يمكننا نواجهوه باجراءات اخرى. اليوم شنو اللي خصنا نديروا؟ شنو اللي مطلوب منا؟ اولا على المستوى الصحي، الناس اللي عندها امراض مزمنه، الاطفال اللي خصهم تلقيح، النساء الحوامل، الناس اللي عندها فحوصات تكميليه خصها ديرها، الناس اللي عندها عمليات جراحيه تم التاجيل ديالها خصها تقوم بها الان، يعني تداركها في اقرب وقت ممكن. بالنسبه لقطاع التعليم، كيخص من اليوم تهيئ البرامج التعليميه وتهيئ التقنيات الضروريه باش الى قدر الله في الخريف كانت اصابات كتضطر لنا نتخذوا اجراءات، يمكن تكون عندنا هذه الاشياء هذه مهيئه باش ما نديروا شيء الحجر الصحي ونوقفوا الدراسه بشكل كامل. بل كيمكن المدارس كيمكن لها تستمر، شي كيقرا وشي متبع عن بعد، كيمكن المدرسه المغربيه تستمر. على المستوى الاداره خصهم يهيئوا راسهم من اليوم الواحد يديروا خططات اذا وقعت الاصابات كثيره في الاشهر المقبله. الموظفين اللي غادي يشتغلوا واش 25% 50% 75% يحطوا جميع الاحتمالات. المقاولات، المعامل كذلك خصهم يوجدوا برامج ديالهم ويوجدوا نفوسهم. علاش؟ باش غدا بعد غدا وقعوا حالات كثيره جدا او لا قدر الله كانت موجه ثانيه، غادي يكون عندنا مخططات واجده مهيئه باش العمل يستمر، الاداره تستمر، المدرسه تستمر بدون ما نوقفوا وبدون ما تكون مغامره ومخاطره بالحياه ديال المواطنين. من المشاكل اللي الناس اللي كتستخف بها هو انك تعتقد بانه المرض غادي كيصيب غير الاخرين. هذا خطا، لان الناس يتصابوا كلهم ما اعتقدش بانهم غادي يمرضوا. كذلك بانه المرض اليوم راه كيتراجع، والفيروس راه القوه ديالو كتضعف ابدا، كيتراجع المرض لاننا اتخذنا اجراءات قويه. والدول اللي ما اتخذتش الاجراءات، البرازيل مثلا الفيروس عندها الان يعني بواحد الشكل كبير جدا، والوفيات فاتوا 40,000 وفيات في ظرف بعض الاسابيع. الولايات المتحده الامريكيه 1000 وفيات في اليوم، لحد الساعه بقى ما نزلت شيء. فاذا الوباء راه مستمر، راه الى نقص ماشي حيت الفيروس نقص الخطوره ديالو، بل لاننا اتخذنا اجراءات صحيحه. كذلك الخطا اخر اللي كيوقع فيه الناس، كيعتقدوا بانه غادي يجي فصل الصيف والفيروس غادي يموت. الحراره ما كتقضيش على الفيروس، هناك دراسات قليله جدا اللي بينات تاثير الحراره طفيف جدا على الفيروس. هناك اشعه الشمس، بعض الانواع اشعه الشمس تؤثر على الفيروس، ولكن خصنا نعرفوا بان هذا الشيء كله ما عنده حتى شي تاثير على الانتقال ديال الفيروس بشكل كبير. اللي عنده انتقال على الفيروس، اللي كيتحكم في الفيروس، هي الاجراءات الحجيزيه، الماء والصابون، المطهرات الكحوليه، الكمامات، التباعد الاجتماعي، تهويه ديال المنازل ديالنا، وما نقيسوا شيء الوجه ديالنا بيدينا قبل ما نغسلوهم. هادو هما الاجراءات اللي كيساعدونا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.